أهلا بكم. ملفنا الأول حول تطورات وباء كورونا. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد إصابات الفيروس سيبلغ 10 ملايين شخص بحلول الأسبوع المقبل. هذا وأعلن الجيش الأسترالي اليوم نشر 1000 من عناصره في ملبورن، ثاني أكثر المدن كثافة سكانية في أستراليا بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا. في إفريقيا أعلنت السنغال عن قيام رئيس البلاد ماكي سال بوضع نفسه في الحجر للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا. وفي سياق متصل قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا يعرقل حملات تطعيم وبرامج لعلاج الملاريا والإيدز، إضافة إلى العديد من الحملات الصحية الأخرى في إفريقيا، فيما تواصل كثير من دول العالم تخفيف القيود التي فرضتها للتعامل مع هذا الوباء. لمناقشة تطورات وباء كورونا أرحب بضيفي معي عبر سكايب من عمان الدكتور فاضل الزغبي، خبير الأمن الغذائي والطوارئ. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 10 ملايين مصاب مع نهاية الأسبوع المقبل، وغالبية دول العالم الآن تخفف من قيود مواجهة الوباء، يعني كيف ترى هذا التناقض؟ هو قضية أولا وصول الرقم المصابين أو أعداد المصابين إلى 10 ملايين هذا شيء منطقي وبيجوز قبل نهاية الأسبوع المقبل، لأنه إحنا الآن لغاية هاي اللحظة 9,600,000 وشايفين أعداد الإصابات اللي بتتفاقم بشكل كبير في الهند والبرازيل وحتى في منطقتنا العربية، أرقام ما شاء الله ليست هينة ومقلقة. إذا هذا الرقم مش مشكلة الوصول إليه سواء نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع، لكن الموضوع اللي بحاجة إلى وقفة هي تسارع كل دول العالم إلى رفع الحجوز ورفع القيود وفتح الاقتصاد والأعمال بشكل لا يتناسب مع وضع الوباء، لذلك راح يكون في قد يكون في تسارع أكبر من هيك لأعداد المصابين. الفتح لم يكن برأيي في كثير من دول العالم ممنهج ويوازن طلب. نعم، لماذا يبدو كأن دول العالم قد أعلنت الانتصار على وباء كورونا؟ وهذا مش معقول وغير واقعي على الإطلاق. لا يوجد انتصار على هذا الوباء إلا ببداية توزيع اللقاحات إلى المصابين والناس اللي موجودين. لغاية الآن العالم لا يستطيع أن يدعي الانتصار، ولا حتى منظمة الصحة العالمية لغاية الآن لم يتم البت والقطع في طريقة وسبل انتشار هذا الوباء. وجود فقط فكرة أنه ممكن ينتقل من إنسان لا تظهر عليه الأعراض إلى إنسان آخر، هذه لوحدها فكرة مخيفة وهائلة تجعل التسارع لفتح الاقتصاد بهذا الشكل غير عملي ولا يمكن أن يبشر بالخير. طيب، لماذا تصر بعض الدول على استمرار سياسة الإغلاق رغم ارتفاع الكلفة الاقتصادية لهذا الأمر؟ الكلفة الاقتصادية هذا ثمن بدك تدفعه أنت في موازنة أرواح المواطنين ولا الاقتصاد والأضرار التي ممكن أن تلحق بك. هل أجابت كورونا على هذا السؤال دكتور؟ أرواح المواطنين أهم أم الاقتصاد أهم؟ برأيك هل استطاع العالم أن يجيب بشكل موضوعي على هذا السؤال؟ أنا برأيي هو أرواح الناس أهم، وللأسف الشديد هذا الموضوع تم تسييسه بشكل، موضوع الوباء تم تسييسه بشكل كبير جدا، والتسييس لا يكون أبدا في صالح محاربة هذا الوباء ولا الإجراءات المتخذة. لذلك نجد الكثير من الدول سياسيا لإثبات نجاحها في محاربة الوباء تقوم بسياسات رفع القيود والفتح بشكل للتباهي بنجاحهم ضد المرض.
بس ممكن أنا أعلق هون على نقطة. في بداية الأزمة وبداية الوباء كان هنالك الكثير من الحديث عن على مناعة القطيع، لكن دعني أستخدم هذه العبارة بمفهومها الصحيح الآن. نظرية القطيع في الاقتصاد هي أن يقوم الكل بتقليد من يقوم بحركة نسبة إلى قطيع الأغنام الذي يتبع كله الماشية رقم واحد، فإذا الأولى رمت نفسها في النهر بتلاقي القطيع كله رمى نفسه في النهر. ما يتم الآن هو نفس الشيء، الدول تقلد وتمشي على مسار دول أخرى. أوروبا فتحت ألعاب كرة القدم، صار الكل بده يفتح ألعاب كرة القدم. أوروبا بدأت بتسيير رحلات داخلية، أخذوا قرار رحلات داخلية حتى في دول لا يوجد فيها رحلات داخلية وبجوز عندها مطار واحد، لكن أخذت القرار لأنه أوروبا اتخذت هذا القرار. وهكذا أنا ما بدي أجيب أمثلة وقت برنامجك ثمين، لكن التسييس والابتعاد عن المهنية مضر جدا في حالة الحرب على هذا الوباء، وخاصة أننا لم نصل بشكل قطعي إلى اللقاح لهذا الوباء طيب، انت المدير. اشرت الى يعني التقليد، او ان هناك دول تتبع الدول الاوروبيه فيما تتخذه من اجراءات، على الرغم من ان الظروف التعامل مع الفيروس تختلف تماما في تلك الدول. هل هذا يفسر انتقال بؤره الوباء في 6 اشهر الى 4 اماكن رئيسيه؟ يعني بدانا في الصين في ووهان، انتقلنا الى ايطاليا واسبانيا، ثم امتد الامر الى اوروبا، ووصلنا الى الولايات المتحده الامريكيه، والان نتحدث عن البرازيل وامريكا اللاتينيه، وبين كلها هؤلاء الدول العربيه تعاني بشده في الحقيقه. والهند. وكلامك انا اتفق معك دكتور اسامه 100% انه عدم انتظام، وبدي استخدم كلمه سيستماتيك، عدم الالتزام بمحاربه الوباء بشكل علمي في هذه الدول، وتاثير السياسي على اجراءاتها سواء من العزل الاجتماعي او الاقتصادي او الفتح في نفس الوقت، ادى الى ما ذكرت، وبدات بؤر المرض تنتقل بهذا الشكل وبشكل مخيف. اللي بيحصل في البرازيل الآن وكأننا إحنا في اليوم رقم واحد، رجعنا للحالة صفر. واللي بيحصل في الهند نفس الشيء، وفي دول عربية كثيرة الأرقام ليست طبيعية. تتحدث عن بعض الدول العربية فوق 3,000 و4,000، هذه أرقام. في عندك دول عربية عدد سكانها ما بيطلعش نقطة في الصين، الآن إصاباتها أعلى من الإصابات الموجودة في الصين. فهذا اللي أنا بحب أشير إليه، وخاصة أن هنالك ما زال مصابين في المرض هم ناقلين، لا يوجد لديهم أعراض لكن هو ناقل، فلا تستطيع تحديده ولا تستطيع أن تفتح ذراعيك بالاقتصاد إلى ال 180 درجة وترجع وتقول أنه أنا انتصرت على الوباء، لأنه الانتكاسة أسرع منها. ما طيب فيه في يعني طالما ذكرت الدول العربية دكتور فاضل، من أبرز تلك الدول التي تعاني الآن هي مصر. يعني هناك تقرير لمركز بصيرة في الأيام الماضية، وهو مركز دراسات مقرب من الحكومة المصرية، تحدث عن استطلاع رأي بموجبه أثبت أن أعداد المصابين في مصر ربما تتجاوز 616 ألف مصاب الآن، وهذا يجعل مصر في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والبرازيل. يعني لو اطلعت على هذا التقرير، كيف تواجه دولة بحجم مصر بضعف إمكاناتها الصحية رقم إصابات كهذا؟ هذا ما أنبه إليه. مصر، قطر، السعودية، هنالك أرقام أنت تجاوزت الصين، بالرغم من أن عدد سكانك لا يبلغ شيء بواحد بالألف من سكان الصين. هذا واحد. اثنين، النظام الصحي، البنية التحتية للنظام الصحي في الدول العربية غير قادرة على استيعاب هذا العدد الهائل من المصابين. أنت تتحدث عن الأرقام في هذا التقرير 600 ألف أو أكثر، ولا أتوقع على الإطلاق أن يكون النظام الصحي والبنية التحتية للنظام الصحي والطبي في مصر قادر على استيعاب هذا العدد من المصابين، والنتيجة راح تكون أعداد وفيات بنسب عالية جدا نتيجة
كما صار عندنا خبرة في المرض، إذا لم يتم المعالجة بأجهزة التنفس ودعم المناعة من بداياتها بيستفحل وبأدي إلى الوفاة. طيب بعد 6 أشهر الآن من مواجهة العالم لهذا الوباء، دكتور فاضل، أين التجربة الناجحة التي يمكن أن يشار إليها بالبنان ونقول هذه البلد قد نجحت في السيطرة على وباء كورونا؟ والله أنا بالنسبة إلي في هذا الموضوع برجع لما تعلمناه من خلال عملنا في الأمم المتحدة 26 عام، وهو الدول التي استجابت إلى الإنذار المبكر. أي دولة استجابت مباشرة في إجراء وخطوات فعالة هي التي نجحت، والأمثلة موجودة حتى في منها من ذهب إلى الإجراءات الاستباقية حتى للإنذار المبكر، وأمثلة تايوان، حتى الدول الصغيرة اللي بجنب الصين، فيتنام، كمبوديا، لاوس، كل هذه الدول أعداد الإصابات تتجاوز المئات أو حتى في قسم منها أقل من 100، وهذا نتيجة الالتزام الحكومي. ونقطة أخرى خلينا نعترف ونقر فيها، خبرتهم من أيام السارس وتلوث البيئة وتلوث الجو وتعودهم على لبس الكمامات والإجراءات الصحية ساعدت في أنه تصير هاي ثقافة الوقاية موجودة لدى العامة حتى الناس البسطاء والعاديين. شكرا جزيلا لك دكتور فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي والطوارئ، كنت ضيفي عبر سكايب من عمان.